هناك بعض وجهات النظر تتحدث عن عدم فعالية أو جدوى الطاقة النووية من الناحية الاقتصادية. دعونا نتابع. Big problem with nuclear power is that it's expensive. A medium-sized nuclear power plant currently costs about 5 to 10 billion US dollars, though large ones can cost up to 20 billion. Now the question is why? Well, among other factors, the answer lies in the fact that the construction of nuclear power plants requires hundreds of small, medium, and large companies to provide a huge number of different supplies. Here we're talking about everything from logistics management to the supply of a wide variety of semiconductors and construction materials. And let's be clear, over recent decades, European countries have not given enough support for these supplies to consolidate. كيف يمكن الرد على هذا الطرح الذي يشكك في القدرة التنافسية لهذا القطاع؟ في الحقيقة لا ينظر إلى الناحية الاقتصادية وحدها في موضوع الطاقة النووية. عندما نقول يوجد مشروع نووي في بلدنا، أي أنه مشروع وطني للجيل الحالي والأجيال القادمة. في البداية سيكون ذلك مكلفاً، لكن ليس بالقدر المبالغ. فأي مشروع بحاجة إلى كلفة اقتصادية، حتى تعبيد الشوارع وفتح الطرق طبعا مكلف، فما بالك بمشروع وطني مستدام للأجيال القادمة. طبعا يتم الأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل عند النظر إلى موضوع الطاقة النووية، وليس النظر فقط إلى الناحية الاقتصادية. من بين تلك العوامل الآثار البيئية الاجتماعية الصحية للطاقة النووية. للرد على هذا الطرح الذي يشكك في القدرة التنافسية للطاقة النووية من الناحية الاقتصادية، يمكن تناول يعني بعض النقاط مثل التكلفة الشاملة. على الرغم من أن بناء محطات الطاقة النووية يتطلب استثمار كبير في البداية، إلا أن تكاليف التشغيل والصيانة تكون منخفضة نسبياً، بالإضافة طبعاً إلى تكاليف الوقود النووي التي تعتبر أيضاً منخفضة نسبياً مقارنة بتكاليف الوقود الأحفوري. عادة الطاقة النووية الموجودة عالمياً هي منافسة لكل الطاقة التقليدية الأحفورية أو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. يعني عادة هي الاعتماد الأساسي الطاقة النووية كابيتال كوست، يعني إنه السعر الرأسمالي، وتعتمد على سعر الفائدة. ويعني إذا صارت الفائدة كانت 5% أو أقل، فهي منافسة للطاقة طاقة الفحم أو طاقة الغاز أو الغاز المركب أو الطاقة الشمسية. يعني نتكلم على سعر التكلفة لا تتعدى من 5 إلى 7 سنت بير كيلو وات أور عادة، وهي منافسة لكل الطاقات. إذن يجب أن يتم النظر في جميع هذه العوامل التي ذكرناها عند مناقشة القدرة التنافسية للطاقة النووية، حيث يتبين أنها تمتلك مزايا فريدة وقدرة على تلبية احتياجات الطاقة المستدامة في المستقبل. المشكلة إنه الطاقة النووية في يعني في اتجاه الفاينانسينج تبعها كتير غالي، والبنك الدولي يعني في عنده أيديولوجيات ضد الطاقة النووية، وهذا ضروري نتحرر منها، سبيشالي بالنسبة للتغيير المناخي. يعني ضروري أن يكون في دعم للتمويل الطاقة النووية حتى تكون منافسة للطاقات الثانية.